كنا عايشين على المعونات اللي بتدخل والمعلبات والأدوية والعلاج تبع الوكالة المزمن. لكن هلقيت إلنا من 4 شهور وتعال جاي بنعاني. أول إشي فيش علاج بخش، نمرة فيش علاج للأدوية المزمنة، العلاجات المزمنة. يعني مريض الضغط زيي والسكر والجلطة ما فيش له علاج. أما بالنسبة للأكل تبدأ من الطحين لحديت المعلبات واللحوم، الحمد لله شهر وشوية ما بيخشش علينا ولا إشي. أنت حتى مش ملاقي مية تغسل أواعيك، مش مية للشرب، مية تغسل أواعيك ما فيش. كيف بدنا نعيش؟ إحنا ننتظر الموت في كل لحظة، وإحنا عايشين بين رحمة الله، تحت إيدين الله وبين رحمة الله. ما فيش مساعدات ولا واحد ولا مؤسسات دولية تجينا ولا مساعدات خارجية. طبعا هاي 7 مرة ننزح وفيش مصاري. طبعا الناس طبعا مرحلة صفر. الناس طبعا انت عارف وقصة المعابر هذه فيش نهائي، كل شيء غالي هنا موجود، السكر السيرج الحاجات الأساسية هذه مفقودة كلها طبعا، لأنه الأمور صعبة طبعا وحصار.